ومقاطعات المارينين، ها اللي جيتو صوبتو الهبطة ديال بلخيه، اشوفوا شنو درتو فينا، شوف اشوف انا كارثه، اجي لهنا هيا هيا، اشوف المرأة منين جايبينها مسكينة، شوف ها انتوما شوفوا، اشوفوا المسلمين، شوفوا اشوفوا المجلس البلدي ديال المارينين من دائرة المارينين، المارينين هذا القادوس قال لك اسيدي شو هاد الخدمة ديال 2000، احنا في 2020 وهذا راه الصوب 2019، شوف القادوس فين وشوف الشانطي فين وشو الما فين غادي ها ها. الجمعة فروق أن هيت هذا الفيضان، ولا مني ما وشي بحال هكذا، راه شوية واخا دخل الماء ما دخلش، ما داليش الحوايج، عصبنا وصيقنا وجلسنا، دابا من جا الفيضان ما خلى حتى حاجة، كل شيء مشى، دابا حتى كوغات ما كاينينش، راجلي حتى ما نقضي عليش الجيران، ما كنت تبان تشوفو، عم على الماء، ها هو ولدي يقول له هزوه لي غير هما مساكن طلعوه عند الجيران، اولادي تسدت عليهم الباب، انا نقل الباب على برا، انت تشوف ولدي يدي ندفع الباب على برا ما يدخلش عليا الفيضان، هو دخل مع الطاره ودخل من القادوس، ولادي يعوم هنا يلقطوا بالعاده وانا بالعاده برا، تجروني الجيران نجيب حالك انت بهذا المد، انت تشوف ولدي كل شيء مشي، ما وقع لي حتى حاجه، ما سوت لا بنغطي ولا بنفرش من وجود الله. هزني ولدي داني عند الله يرضى عليه، ما شفت ما دخلنا الطحين داه الماء، دخلنا الزيت داه الماء، دخلنا ما خلت ما جابت مسكنا، أنا قالوا تقول لهم يا الله معي ولا تصوموا هنا معاكم، أنا ما نخليش يبقى مريض ونمشي بحالي نصوم في الخميسات، اللي دخلنا داه الماء، البوطة قبيلة مشيت نشعلها ما بغاتش تشعل لي عمرها بالماء، إيوا ولدي وهذا الشيء اللي كاين. من هذه اللي هي غير الموت، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، وحيد ماشي غير واحد اللي صوتنا عليه عاد تيقضي حاجته ويمشي بحاله، واحد المرشح كنا نهزوه على قفانا، قال الا نجحتوا الا نجحت بندير لكم وندير لكم، ونجح وهزوه ولادي على كتافهم، احد باش يقبل التصويت ديالو ومشى بحاله، ما بقاش يقولنا حتى السلام، ماشي غير واحد اولدي، عامنا يفرقوا الورق ها كانت الاولى، من يجي المفيد ولدي ما يبقاش يطلو حتى فينا، ما جات حتى واحد من غير الله، والحمله اللي دخلت عليا اللهم لك الحمد، والجيران اللي هزوا لي رجلي الله يكثر خيرهم، ما دخل عندي حدا ولدي، ولدي مسكين بواد فاس جاي تاخذ ديك الفيضان، نقول له اختو ولدي نموت انا وما يموتش ولدي باش يجي فيه الفيضان، خلي لي ولدي يعيش ولادو، تزفت الحبيب دخل عليا اللهم لك الحمد، هذه الحمله اللي جات عمرها جات ولدي اللهم لك الحمد. بسم الله السلام عليكم، كنحيي الجميع، احنا الناس المتضررين، السكينه ديال جزيئه بنونه بالخياط المتضرره من الفيضانات الاخيره اللي وقعت هنايا في وقعت على الصعيد الوطني على صعيد مدينه فاس، ولكن احنا متضررين بشكل كبير، علاش؟ لان احنا كنعانيو من واحد المشكل ديال الاساس ديالو هو البنيه التحتيه اللي تصوبت اعاده الهيكله اللي تصوبت الملعب للشعبه، هذا الملعب ديال الشعبه الهيكله ديالو اللي دارت دون المستوى صوبتها العمران، ولكن حنا دابا ملي كنهضروا مع المجلس البلدي كيقول لك صوبتها العمران، احنا العمران ما كنعرفوا العمران الاول، احنا كنعرفوا المجلس البلدي كنعرفوا الناس اللي انتخبنا عليهم هما اللي كيقوموا لنا بهذا الشان ديالنا، واذا كانت العمران هما خصهم يكونوا واصين هما يكونوا معاهم يكونوا كيعرفوا شنو كاين وشنو وقع، البنيه التحتيه اللي تصوبت تما دون المستوى، القوات اللي من تحت اللي كيجروا الماء من تحت دون المستوى، وانا كنطلب من المسؤولين يجيو لتمايا ويشوفوا شنو واقع ويشوفوا شنو بيديهم يجيو يعينوا يعينوا شنو واقع تمايا، لان الحاله اللي هنا اللي احنا فيها راه حنا ولات كيتكب عندنا الماء ديال 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 البلخياط، الماء ديال 45، الماء ديال الشتا ديال 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 عين هارون، كلشي ولا كيخوي عندنا حنا، والنقطه السوداء ولات عندنا هنا في هذه المنطقه، وهذه السيده هذه هذه السيده هذه دابا اللي هضرات قبل مني راه هي هو النتيجه ديال 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 هذه الخدمه اللي دارت هنايا في 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 الشعبه، ولهذا كنناشدوا المسؤولين كنناشدوا المسؤولين الله يرحم لكم الوالدين، تحملوا مسؤوليتكم في هذا الشيء، حنا رحنا طرف من الشعب، حنا رحنا هذا الشيء بزاف علينا، لان هذه السيده هذه مسكينه لو كان ما كانوش السكان
وما كانوش الجيران هنايا كان الراجل غادي يموت لها. الحوايج ديالها مشاو لها، كلشي مشى لها. حنا طرطقنا عليهم، طرطقنا عليهم الباب بالسيف باش طرطقنا الماء باش تحنت لنا الماء، لان الدار كانت عندها عامره بالماء. ومسكينه راه مشى لها الحوايج ديالها، كلشي مشى لها وراها كتعاني. كنتسناو من المسؤولين باش يجيو ويشوفوا هذه الحاله هذه ويعينوا هذا المشكل فين عندنا. الله يجازيكم بخير. ما جات حتى شي واحد من باش يسد والو، حتى شي واحد ما جا طلع علينا. وهذا هو اللي كيحز في النفس ديالنا، حز في القلب ديالنا، لان احنا باش كنكونوا كتجي الانتخابات وكنصوتوا عليكم، كنصوتوا عليكم على اساس انكم باش توقفوا معنا في الوقت اللي غنحتاجوكم. احنا ما غنحتاجوكم في حتى شي حاجه، احنا ما غنحتاجوكمش تعطيونا القفه، ما غنحتاجوكمش تعطيونا المصروف ديال الشهر، ولكن غنحتاجوكم في الوقت اللي غتوقع لنا كارثه بحال هكا غتوقفوا علينا وتعاونونا. هادشي علاش كنصوتوا عليكم. حنا ملي كنصوتوا عليكم راه على هذا الاساس، وعلى ان فاش تجيو ديروا شي خدمه في الطرقات ولا في هذا ديروها على اساس، وديروا الحساب شنو يمكن يوقع من بعد. الله يجازيكم بخير، إن ما ردوا البال مزيان معنا وشوفوا من حاله هذه السيده هذه. الله يجازيكم بخير.